اللي مجربه ما زقاش الطبيب. الطبيب يبقى إنسان. طبيب يداوي نفسه بنفسه. بون في هذا السوجي طبيب يداوي نفسه بنفسه دي فوا ما يقدش يداوي نفسه بنفسه. كما يقول المثل العامي يقول لك الماسون ما يبني دارو، وهذه نقيسها على كل القطاعات. دونك الطبيب كيفو كيما يعني صاحب مهنه كيما كل مهن ما يقدرش يداوي بروحه. يعني الطبيب كي يمرض عاده يستشير طبيب واحد اخر، يعني حتى في الاعراض اللي يحس بها قال راني نحس بكذا وكذا دائما يروح لطبيب واحد اخر. علاه؟ لانه حتى يعني من خلال كي نجيو نسقسو مثلا تحس براسك يوجعك راح تروح للبروفوند، يعني تروح دائما في العمق، بالك تروح للحوايج الصعيبه. ممكن الاطباء هما اكثر ناس شك، دائما يروحوا يشك ديرك في الحوايج الكبار، يتخوف من حوايج. بصح كي يحكي الاعراض لطبيب واحد اخر وكي يفحصو طبيب واحد اخر راح يفحصو بموضوعيه. علاش كون الغاشي بزاف تاني يسمعوا قال بلي الطبيب حتى في لافامي تاعو ما يقدش يداوي واحد في لافامي تاعو فيسك؟ علاه؟ لانه ما يكونش بيان كونسونطري مع لافامي تاعو، لانه يدخل عامل تاع العاطفه. دونك يدخل عامل تاع العاطفه ما يقدش يعطي دياغنوستيك كوبيان الفو، مام كيما مع روحو ما يقدش يعطي لروحو دياغنوستيك بريسيز. دونك دي فوا يستعين بلي كولاك اللي عنده كونفيونس فيه. دائما يعني الطبيب يبقى انسان وعنده كم محدود من المعلومات. حتى ربي يقول لك وما اوتيتم من علم الا قليل، يعني مهما عرفنا ومهما بدعنا ومهما مشينا في اي اختصاص من التخصصات دائما يبقى واحد المجال تاع النقص. الطبيب العام نقدر نقولوا هو النواه ولا هو الركيزه نتاع التخصصات الاخرى. لماذا؟ لانه كيجي عنده المريض هو يحاول يشخص الحاله نتاع المريض. كاين بعض الامراض اللي يقدر يعطي فيها ادويه واللي استطاع انه يوصل لها يعطي فيها ادويه، مي الامراض الاخرى اللي استعصت على الطبيب يوجه المريض هذاك للاختصاص اللي راه يعني يخص هذاك المريض. ولهذا حتى في اخلاقيه المهنه تاعنا دائما عندنا المريض يفوت يعني بمراحل. ما كانش مريض اللي لازم يمشي نيشان للطبيب مختص في المجال الفلاني دائما، قال مثلا يفوت على طبيب عام، طبيب عام يشوف كيما نقولوا ديك النظره العامه على المريض، هو يعاود يبقى يوجهه. يعني في الاصل هكا الفحص، طبيب عام يشوفه يعاود يوجهه للتخصص الاول، يعاود ذاك المتخصص يعاود يرجع للطبيب العام، يعاود الطبيب العام يبعث لطبيب واحد اخر يعني اختصاص ثاني يعاود يرجع له، وبالتالي تكون كما نقولوا هناك شبكه، يعني مجموعه من الاطباء يمشي لهم، شكون حلقه الوصل بيناتهم؟ الطبيب العام هو اللي راح يجمع المعلومه تاع هذا وتاع هذا وتاع هذا باش يوصل للتشخيص النهائي. وبالتالي يعني التشخيص جامي ولا نقولوا باللي الطبيب يعرف كل شيء ولا يدير كل شيء ضربه واحده، انما عن طريق تكامل يعني بين الاطباء باش نوصلوا للتشخيص الجيد. اذا كان جينا نهضروا يعني على الادويه، يعني خاطرش كي نهضروا على الطب الشعبي هنا رانا نهضروا على زوج حوايج، نهضروا على الطب الشعبي كطب ونهضروا على الادويه كادويه بديله. خاطرش كيما نقولوا كي نجيو نشوفوا في عمق السؤال راه كاين فرق بين هذه وهذه. الطب الشعبي هي انه واحد يحط يده هنا ويقال لها باللي راكي في الشهر الخامس ولا راكي في الرابع ولا راكي في كذا ولا راه عندك فيبرون. هادو يعني اصلا منطقيا كل انسان يخمم ما تقدرش تامن بهم. اذا كان احنا رانا نديرو ليكوغرافي ونشوفو به وخطرات نوقع في اللبس او نوقع في الخطا، اسكو هذا حمل في بدايته ولا هذا في بروم ولا هذه شحمه ولا هذه لحمه ولا واش هذه؟ كيفاش هل يعقل يعني الانسان غير يحط يده يعطيك بالتحديد نيشان قال انت راه عندك حمل متوقف، راه عندك في بروم، راه عندك كذا؟ دونك كاين واحد الحوايج اللي العقل ما يتقبلهاش. الشيء اللي تعلمناه انه ما نقدروش نمدوا اي دواء ولا نقدروا نهضروا في اي حاجه اذا كان عندها اثبات علمي او اذا كان عندها مرجع. يقولوا مثلا انا دواء كيجيني مريض ونصف الدواء نكون انا على درايه بهذاك الدواء، الاعراض الجانبيه نتاعو التاثيرات نتاعو، اذا كان هذاك الدواء دلو كاش مشكل نعرف كيفاش اني نعاود المريض
نعالجو، بينما الطب البديل او الطب التقليدي يعني الاعشاب ما نقدرش اني نحكم على اي واحد ولا اني نوصف لاي واحد اي عشبه ولا اي دواء من الاعشاب، لاني ما عنديش درايه بهذا الاعشاب واش غادي يعني الاعراض الجانبيه نتاعها. ممكن جدا ممكن جدا انه بعض الاعشاب جانا انسان مثلا مريض بالسعال، بعض الاعشاب تنفعوا السعال، ولكن ممكن تضر هذه الاعشاب بجهه اخرى من جسم الانسان. ولكن اذا كان رحنا للجانب الاخر اللي هو قلنا الادويه البديله او الادويه نتاع الاعشاب، كما قلت لك نفرق بين الطب البديل وبين الاعشاب اللي نمدوها. دونك اذا كان الاعشاب في الادويه اصلا في اغلبها من مصنوعه جايه من الاعشاب، اغلب الادويه طبيه صح مواد كيماويه، بصح هذه المواد الكيماويه منين خارجه؟ رانا مجموعه من الاعشاب في المخبر حللوها خرجوا منها الماده المفيده باش تستعملوها كدواء، فبالتالي جامي نقدروا نكروا الادويه تاع الاعشاب. ولكن الدواء هذا تاع الاعشاب كيفاش نستعملوه وقتاش نستعملوه؟ طرش مع احترامنا يعني الاطباء في الطب البديل، ولكن لاحظوا انه كاين بزاف اللي داوها يعني بالك فقط لانه معروفه في ديك العائله باللي فلان كان طبيب ولا ولده طبيب تاع الاعشاب. معروف باللي كاين بعض الناس اللي غير هكا بدا يخلط في الاعشاب ويستعمل، كاين ثاني ناس واحد اخرين اللي واش يدير العشبه كان فلان كان توجعو كرشو واستعملها، يجي ثاني هو يتوجعو كرشو استعمل العشبه الفلانيه. هل بالضروره نفس الوجع نتاع الكرش اللي راه عند فلان راه عند الثاني؟ فهنا يوقع يعني هنا كاين الاختلاف. وبالتالي احنا نؤمنوا بالطب البديل ولكن نؤمنوا به كعلم مش كعاده. 90% من التشخيص جاي من هذيك الاسئله اللي طرحها الطبيب على المريض. السؤال الطبي كل كلمه يقولها الطبيب الا وراه يستنى وراها حاجه، كل كلمه مجرد ما يدخل عندك المريض حتى هذيك تاع السلام كي راك داير لاباس بخير، راك هنا عرفت الحاله النفسيه نتاعو كيفاش راه داير. اسكو المريض داخل مقلق داخل يتوجع؟ من هذه اول نقطه جاوب العفوي نتاعو هذاك الاول راك عرفت منها حاجه. كي تسقسي على اللقب والاسم نتاعو، حنا بزاف خطرات يجي مثلا تسقسي المريض كي سميتك يجاوبك اللي راه حداه يقول لك فلان، لا انا باغي نسمعه هو. علاش؟ انا هنايا نعرف حتى المستوى العقلي نتاعو، قال هذا الانسان راه واعي كيما نقولوا ما راهش كيما نقولوا متغيب على الوعي شويه، ولا ما راهش عنده مشكل عقلي لدرجه انه ما يعرف سميته، وبالتالي هذا السؤال راه عنده دلاله. لانه ممكن بعض الاشياء المريض يخبيها يقول بانه ما عندها حتى علاقه، ولكن حاجه صغيره انه ممكن توصلني انا يعني الدياغنوستيك نتاع المريض هذا. دي فوا يمشي الطبيب كونتر بي، يعني يمشي اكوتي دو بلاك. علاش؟ المريض حاول يخبي بعض الاشياء. يعني بزاف يعني كي نسقسوهم على العمر سورتو النساء بزاف يتحرجوا منه. العمر راه يعطينا كيما نقولوا راه يحطنا في مجال معين. كاين مثلا كي تقول لي انا باللي عمرها 50 سنه راني مثلا شكيت في بعض الامراض، بعض لي فيبرون، بعض الامراض المتعلقه بسن الياس، بعض دونك راني دخلت في مجموعه من الامراض وفي نفس الوقت تجنبت مجموعه واحده اخرى من الامراض صاين نستبعدها لانها ما كاينش في هذا العمر. لما نسقسي يعني بزاف كي نسقسي مثلا متزوجه او غير متزوجه راني ثاني عندها دلالات، بالك راها كيما نقولوا بالحمل، بالك دا كاين ادويه اللي ممكن ما تعطاش عند الحامل، كاين اللي ما تعطاش عند المراه المرضعه، وبالتالي كل سؤال الا وعنده دلاله نتاعها. اي واحد يدخل عند الطبيب يجاوب على كل الاسئله وما يحاولش يخبي اي حاجه، وما يعتبرش بانه طبيب يدخل في حياته الخاصه، لانه الطبيب واش ينفعو بانه يدخل في حياتك الخاصه؟ الهدف نتاع الطبيب انه يوصل للتشخيص نتاع المرض نتاعك، وبالعكس الطبيب ماذا به كي يوصل للتشخيص نتاعك راه يفرح، وماذا به يعطيك حاجه اللي يعني دواء ولا يصف لك الوصفه اللي تجي مع المرض اللي راه عندك. لانه دروك اصلا حنا ضد هذا التفكير، انك مثلا انا صابتني حمى، هذاك السيد صابته حمى ولا صابو مرض ما ومشى عند الطبيب ودار هذاك الدواء، يجي صاحبو ولا تجي مرا تجي جارتها قال بلي فوالا رانا مريضه عندي ديك ضربتني حمى وعندي شويه رواح وعندي شويه كذا من الاخر، تقول لها جارتها انا درت غير هذاك الدواء ونفعني روحي نمدلك.
اللي ينطبق على موقف فلاني ماشي شرط ينطبق على موقف واحد اخر. كاين بزاف ناس هي استعملت الدواء المعين قالت لها الثانيه هاكي استعملي هذا راني جربته يؤدي بها المشكل كبير المصيبه. حلاه خاطرش عمرها ما تكون التجربه نتاع فلان تنطبق على فلان. كل تجربه خصنا نتعامل معها مستقله بذاتها. عندنا مستر كيوت راح يقدم لك هو هديه. تلقى يدك من هنا وتجبد حتى تلقى الهديه نتاعك. حلها الله يبارك فيكم ان شاء الله. بون هاي الهديه جوي ميرسي. يفتح عليكم. الله يبارك فيكم ان شاء الله وفتح الله عليكم وجزاكم الله خير. انتم تحتاجوا هديه انكم فتحتوا لنا المجال باش ان نوصلوا ما قدر يعني اللي نقدروا نوصلوه للشعب نتاعنا من اجل ثقافه صحيه في المجتمع نتاعنا. باش نقول لكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ولكل المشاهدين صحه رمضانكم وتقبل الله صيام الجميع ونوصيكم يعني الصحه الصحه والصحه يعني الانسان قد ما حافظ على صحته لانه دائما كنهضروا على في الجانب الصحي نقولوا الوقايه خير من العلاج.